مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ضباب محلي سيميز الصباح الباكر السواحل والمرتفعات، يجب أخذ الحيطة والحذر لكل الإخوة السائقين. الرؤية تكون ضعيفة في بعض الأماكن، سينقشع تدريجيا مع طلوع الشمس. بالنسبة للمناطق الداخلية ستشهد تشكل خلايا رعدية منعزلة خلال الظهيرة. دائما لما نقول رعود احتمال لأمطار محلية. نفس الأجواء ستشهدها مناطق شمال الصحراء الجنوب الغربي، وسط الصحراء أقصى الجنوب ومرتفعات الهجار وتسيدي، بينما صفاء تام بكل مناطق الجنوب الشرقي. الحرارة خلال ليلة اليوم تتراوح ما بين 18 إلى 22 درجة بالمناطق الشمالية، في حدود 29 درجة بالجنوب الغربي ومرتفعات الهجار وتسيدي، 30 درجة بشمال الصحراء، 32 درجة بالصحراء الوسطى وأقصى الجنوب. فيما يخص الحرارة القصوى خلال ظهيرة الغد ستقارب المعدل الفصلي بالسواحل، مقاييس ما بين 29 إلى 31 درجة، 32 درجة بتيزي وزو، 34 درجة بباتنا وخنشلة، 36 درجة بمعسكر غليزان، 37 درجة بالجلفة والبيض، نفس المقياس جنوبا بثمان راس. بينما أجواء حارة تبقى تميز كافة مناطق الجنوب الكبير، 40 درجة بجانات، ترتفع إلى 43 درجة بشمال الصحراء والثورة، و 47 درجة ستكون كعلى المقياس بوسط الصحراء. البحر خلال يوم الغد سيكون قليل الاضطراب نحو السواحل الغربية والوسطى، رياح ضعيفة شرقية شمالية شرقية، بينما بسواحل الشرقية البحر سيصبح مضطرب ابتداء من الظهيرة، هذا عند داخل الوطن. أما بالنسبة لشمال قارة أمريكا، بعض الأمطار مرتقبة بموريال ب 25 درجة، أمطار مع أجواء ملبدة بميامي ب 30 درجة، نفس الأجواء بمكسيكو 26 درجة مشمسة على باقي العواصم، 23 درجة منتظرة بفانكوفر، ترتفع إلى 27 درجة بنيويورك، و 36 درجة ستكون على مقياس بدالاس. أما عن وقت شروق الشمس، صبيحة الغد على مستوى العاصمة وضواحيها سيكون في حدود 5 صباحا و 33 دقيقة، والغروب على 8 مساء و 10 دقائق. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.